مشاهدينا هسه صارت ويانا الدكتورة مروة إسماعيل حتى تحكي لنا عن كل ما يخص هذا الموضوع ونروح بها يعني لأبعد الحدود. هي دائما تعطينا كل المعلومات اللي تكون ضرورية وخاصة. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا بك دكتورة. احنا هذا الموضوع كلش شائع يعني ومن زمان وإلى علاقة كلش قوية بالتاريخ ودلال المرأة. هل فعلا المرأة الحامل والنساء مالتها أو إن يقولوا مثلا هذا إذا ما أكلت يطلع بالطفل، أكو هيك موضوع؟ هو يعني احنا شوي ما نريد نكسر الدلال مال المرأة بهاي التسع أشهر، بس هي هاي معلومة خاطئة ما لها أي علاقة يعني بهالموضوع مع الأسف يعني، بس يعني لازم يبقون يدللوها. زين شنو السبب دكتور يعني شنو السبب يعني؟ شوفي بالنسبة لسببها تعتمد على أنواعها، لأن هي الوحمات هم أيضا بها أنواع. فإذا كانت الوحمة اللي تكون ألوانها بنية أو جوزية غامقة، هاي تكون بسبب تجمع الميلانوسايت أو الخلايا الصبغية اللي بالجلد. أما إذا كانت اللون الأحمر فهاي بسبب تكون تجمع للأوعية الدموية، فهي ما لها أي علاقة بموضوع أنه الوحم. نعم. طيب دكتورة يعني أغلبية الأشخاص اللي عندهم الوحمات مثلا ممكن تكون بمناطق يعني هم يستحون من عندها أو تسبب لهم الحرج بعض الأحيان، مثلا أكو بالوجه تطلع لهم، بالرقبة أو بالإيد مثلا مكان ظاهر، هذه شلون يقدرون يتعاملون وياها؟ شوفي هي الوحمات يعني الشيء الجيد بها هي أنه أغلبها ممكن تخف ويا الوقت، يعني هي تكون أوضح فترة بها هي بعد الولادة، لكن ويا النمو ويا الكبر هي ممكن اصلا يا اما تزول او تخف، لان بسبب انه الجلد راح يتمدد والالوان مال البشره تتغير، فهي اغلبها تروح. اكو نوع شويه يكون عنيد وما يروح، ممكن يتعالج يا اما يحتاج عمليه جراحيه او يتعالج بالليزر. زائد اكو قسم كلش نادر اللي يكون يعني ما له حل. نعم. طيب دكتورة ممكن من فد يوم لا سمح الله من الأيام يتحول هذا الوحام إلى خلينا نقول ورم اسم الله لا سمح الله؟ هي لحسن الحظ أنه أغلبها تكون حميدة، يعني نعم. بنسبة 90% من عندها حميد، كلش نادر أنه ممكن يتحول إلى شيء سرطاني، يعني بالموضوع الوحام كلش نادر. نعم. طيب دكتورة حضرتك ذكرتي انه الواحد ممكن يشيلها او يزيل هذه يعني الوحمة، بعض الوحمات تكون هذه يعني تكون مثل السودة وحتى يطلع عليها شعر، هذه النوعيات يعني هي صعبة مثلا اذا واحد يريد يشيلها او هي ما يصير اصلا تنشال؟ لا ممكن تنشال ماكو مشكلة، بس راح يكون شوية مشوارها طويل، يعني يحتاج لها جلسات علاجية اطول، مو انه راح تكون من مرة واحدة وتنزال. بس عادة الوحمات الصبغية تكون علاجها أسهل. نعم. عادة الوحمات اللي تكون بسبب تضخم بالأوعية الدموية مال الجلد هي هاي اللي شوية اللي تكون لونها أحمر، اللي تكون حمراء. نعم. هاي شوية التعامل وياها يكون خطر، لأن ممكن أي تداخل يؤدي إلى نزيف. فبالتالي هاي الوحمات هي اللي شوية اللي تكون عنيدة. طيب دكتورة ما كفى الطريقة نمنع أنه تطلع بها هاي الوحمات؟ لا، لأن هي شوفي أغلب أسبابها جينية. نعم. أو وراثية، وممكن تكون الأب والأم ما عنده، بس هي موجودة بالجينات مالته، فما إلها فالسبب تمنعيها. وأكو أصلا تكون حتى لو هم جينيا سليمين ممكن تصير نتيجة طفرة وراثية. نعم. فهي يعني أنت وحظك. نعم. طيب دكتورة إذا ابتعدنا عن العامل الوراثي ممكن تكون عيب خلقي؟ يعني إحنا ذكرنا قبل هسه أنه الغمازات كانت عيب خلقي، ممكن تكون ايضا الوحمات يعني عيب خلقي؟ يعني بحاله مثل ما قلت لك انه اذا صارت فالطفره وراثيه اثناء فتره الحمل بالجينات مال الطفل ممكن تسبب انه يكونون الاباء هم ما عندهم جين. نعم. بس يجي الطفل حامل لهذا الشيء، فممكن نتيجه طفره وراثيه خلال فتره الحمل. هي صار. نعم. مرات دكتوره انا حتى لفت انتباهي البارحه طفل شفت بالسوشيال ميديا كريستينا انا عنده قلب، والله دكتورة عنده قلب أحمر أنا ويا أبو أبوها، سبحان الله شنو هاي؟ يعني هي همينة أشكالها غريبة، وعادة تكون نقدر نتخيلها على شكل شيء، فلذلك هي راحت ويا موضوع الوحام، لأن ممكن تكون على شكل أكلة معينة أو ورقة معينة مال النبات. على مود هيك كانوا يشبهوها. فلذلك تشبهت بالأكل. نعم. نعم نعم. شكرا لك دكتورة وشكرا تواجدك اليوم على هاي المعلومات الكلش مفيدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة نورتينا.